شو صار؟ شو ممكن يصير؟ فضينا المكتب وعم نلم المصاري بالقرش، بعت بيتي منشان صور أفلام سواش بالدار. شو؟ مشان شو بعتيها؟ شو بدي أعمل لك هان؟ شوف لوين وصلتني أنت. عم بلعن اليوم اللي طلعت فيه قدامك. أنا دمرت حياتي وحياتك. شو عرفك شو بده يصير؟ ليش عم تحملي همي سيفكي؟ يا ريت أعرف. قعدت بالبيت طول النهار عم فكر، قلت لو اشنق حالي هون، اشنق حالي واخلص بقى، بس ما قدرت أعملها، حتى هي ما قدرت عليها. إن شاء الله لا تحكي كلام فاضي من غير شي مطايقة حالي. ايوه بس أنا أذيتك كتير وخربت لك حياتك. أكيد رح تتصلح مع الوقت، رح تتصلح ورح نشتغل. الشغل، الركض والوكالة ما بيهموني أبدا، أهم شي بالنسبة إلي هو أهلك. طلع ما عندي أهم من حبك سيركي، أنت أروع مرة يمكن يقابلها الرجال بكل حياته، بس فهمت هالشي متأخر كتير. اطلع من هالبواب بورا، ماني هبلة كل هالقد لصدقك، ما هيك بورا؟ معك حق، ليش لتصدقيني؟